وأرحب بضيفتي الدكتورة أريكا واغنر، مدير أول أسواق الفضاء الناشئة. أهلا بك معنا دكتور في هذا الحوار. أهلا بك في العاصمة أبوظبي، أنت أتية من الولايات المتحدة الأمريكية. كيف اليوم ترين مشاركتك في هذا الحوار اليوم الذي هو يعتبر الحوار الأول من نوعه في العاصمة أبوظبي، وجهود تقودها دولة الإمارات في هذا القطاع؟ It's really so exciting to be here. The company I work for, Blue Origin, أن أكون هنا معكم. فشركة بلو أورجن التي أعمل لصالحها مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل في مجال استكشاف الفضاء، وكانت جزءا من قطاع استكشاف الفضاء لسنوات طويلة. ونشهد اليوم دخول دول عديدة إلى مجال استكشاف الفضاء، ودولة الإمارات العربية المتحدة تحقق تقدم ملحوظا في هذا المجال عن طريق تدريب رواد الفضاء والأبحاث في مجال الفضاء. المثير بالنسبة إلينا هو النظر إلى السياسات والتكنولوجيا والتمويل، وكيف بالإمكان لذلك أن يطور قطاع استكشاف الفضاء. تطوير قطاع الفضاء، يعني هنالك الكثير من الدراسات، البحوث، وأيضا الجهود على مستوى الشركات وعلى مستوى الدول، والتي اليوم سوف يتم مناقشتها في هذا الحوار. اليوم الشركات تبني استراتيجيات، وكنا نتحدث قبل الهواء عن استراتيجيات فضائية داخل كل شركة، وتحديدا في القطاع الخاص، لأنه حضرتك تأتين من القطاع الخاص. حدثينا أكثر في هذا الإطار. So we used to have space nations. كان لدينا دول تستكشف الفضاء، وعدد قليل من الشركات التي تستكشف الفضاء، عدد قليل جدا. اليوم كل شركة تستكشف الفضاء وتستخدم البيانات التي يتم جمعها من الفضاء، ولديها أيضا مجالات الاستكشاف واستخدام البيانات من أجل تعزيز النمو. واليوم نشهد شركات تؤسس لاستكشاف الفضاء وتطلق صواريخ وتنقل علمائها من أجل استكشاف الفضاء وتعزز البيانات. إذن يستفيدون من هذه البيانات ويستخدمونها على الأرض. بلو أوريجين اليوم تعمل في مجال استكشاف الفضاء، ونعمل من أجل تحسين وضع الفضاء، كيف بوسعنا استخدام الفضاء من أجل خدمة الأرض بشكل أفضل. كنا نتحدث عن دور القطاع الخاص واستثمار القطاع الخاص في عالم الفضاء. إلى أي مدى اليوم هو مهم هذا الدور؟ وباختصار لو سمحت لي. I think that we are seeing that we are coming together now. That space is really cross-sector. I'm working a lot today on our orbital space station. اليوم نعمل في شركتنا على تطوير الحيد المداري، وهي محطة فضاء ستستبدل محطة الفضاء الدولية في العام 2030. ونشهد أن الجيل التالي للمنصات والمحطات الفضائية لا يخدم فقط الحكومات، يخدم الحكومات طبيعة الحال في مجال الأبحاث، ولكن أيضا الشركات. نحن أيضا نعمل في مجال استكشاف عالم من خارج الجاذبية، ونشهد اليوم أيضا أن الرحلات الفضائية أصبحت مفتوحة للجميع.